بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص ده تقريبا اخر موضوع المفترض في ال vascular او ال vessels اللي هو ال veins of the lower limb. ال veins of the lower limb actually be divide into superficial veins and deep veins. ال superficial veins دول بيبدأوا عند الدورسم بتاع الفوت من ال dorsal venous arches، والمفروض ان الاول فينز صغيره ديجيتال فينز هتعمل لي دورسال فينس ارشز، وبعد كده من الدورسال فينس ارشز يبدا يظهر اهم تو سوبرفيشال فينز عندنا اللي هم الجريت سافينس والسمول سافينس فين. المهم السوبرفيشال فينز الجريت سافينس والسمول سافينس دول فاينلي اند فين؟ في الديب فينز. اللي هم ايه الديب فينز؟ اللي هم الفيمورال فين والبوبليتيال فين. طب ما تيجوا نشوف الكلام ده. ادي الدورسال فينس ارش اللي عمل بتعمل بالدورسال ديجيتال فينز. الدورسال فينس ارش الميديال اند بيطلع منه اهو الجريت سافينس فين، واللاترال اند بيطلع منه السمول سافينس فين. دول السوبرفيشال فينز اللي عندنا، والمفترض ان الجريت سافينس اهو هينتهي في الديب فين اللي هو الفيمورال، والسمول سافينس هينتهي في الديب فين اللي هو البوبليتيال. جريت سافينس فين ما ينفعش اصلا تخرج من الفين او الفاسكولار عموما وانت مش عارف الجريت سافينس، لانه ليه كلينيكال ابلكيشنز كتير الحقيقه. هو والفيمور هو المفروض يعتبر اللونجست فين ان ذا بودي، بيبدا في الدورسم اوف ذا فوت من الميديال اند اوف ذا دورسال فينس ارش. ادي الدورسم اوف ذا فوت اهو، وادي الدورسال فينس ارش، هيجي من الميديال اند بتاعه الجريت سافينس فين. A very characteristic landmark في الجريت سافينس فين انه بيعدي in front of the medial malleolus، من قدام الميديال malleolus، وبعد كده بيمشي على الميديال سايد اوف ذا leg زي ما احنا شايفين، وبعد كده يخش على الباك اوف ني اهو، على الباك اوف ني، وبعد كده يمشي على الميديال سايد اوف ذا thigh زي ما احنا شايفين كده. يبقى ميديال اند اوف دورسال فينس ارش بيمشي ميديالي على الميديال سايد اوف ذا فوت. A characteristic landmark إن هو قدام الميديال مالولس، ميديال سايد اوف ذا leg، باك اوف ني، ميديال سايد اوف thigh. فتيجي نشوفه لايف. ادي الدورسال ديجيتال اهو، وادي الدورسال فينس ارش. المفروض ان ادي جريت سافينس فين قدام الميديال مالولس زي ما احنا شايفين، يبقى ماشي في الميديال سايد اوف فوت قدام الميديال مالولس، وبعد كده على الميديال سايد اوف ذا leg زي ما احنا شايفين كده. طيب اتفقنا اهو، دورسال فينس ارش، ميديال سايد اوف ذا فوت قدام الميديال مالولس، ميديال سايد اوف ذا leg، باك اوف ني، ميديال سايد اوف ذا thigh. بينتهي ازاي؟ بينتهي في السافينس اوبننج اللي هي دي، بيرسينج الكريبري فورم فاشيا عشان ينتهي في الفيمورال فين. طيب تاني اهو، بيطلع فين؟ في السافينس اوبننج، piercing the cribriform fascia عشان يباس deeply، لأن هو superficial vein يعني ماشي في superficial fascia، pierce the cribriform fascia عشان ينتهي في الفيمورال vein. طب الحتة اللي بينتهي فيها في الفيمورال vein دي فين؟ 4 سنتيمترز below and lateral pubic tubercle. كان عندي حاجة اسمها pubis هنا، كان في pubic tubercle، هو بينتهي في الفيمورال vein 4 سنتيمترز below and lateral to the pubic tubercle. ادي الجريت سافينس فين ماشي قدام الميديال مالولس اهو، على الباك اوف ني، وبعد كده ميديالي اهو نفس الكلام عشان ينتهي في الفيمورال فين. تاني صورة في الاند بتاع الجريت سافينس، بيرس الكريبريفورم فاشيا عشان ينتهي ديبلي في الفيمورال فين 4 سنتيمترز بيلو اند لاترال البيوبيك تيوبيكل. المفروض ان هو لازم يكون فيه فالفز كتيره، 15 ل 20 فالف. ليه؟ عشان يريديوس، يعني انت ما تبقى واقف الفينس بريشر بيبقى عالي، فايه الفالفز دي وجودها كتير 15 ل 20 فالف عشان يقلل البريشر وانت واقف ان ذا ايركت بوزيشن. تريبيوتوريز، عندي السوبرفيشال فينز اللي جايه من الفوت، عندي هو نفسه بيكوميونيكيتنج فين ورا مع السمول سافينس فين، وبيخش بقى جوه الديب فاشيا بيرفوريتنج فينز عشان يكونكت ويز ذا ديب فينز. يبقى انا عندي ثلاثه من الفوت كوميونيكيت ويز ذا سمول سافينس شخصيا، وفي بيرفوريتنج فين صغيره بتدخل الفينز على الديب فينز.
تاني انا عندي veins من الفوت superficial veins وعندي communicating مع ال small saphenous وعندي perforating veins be connected with the deep veins. التريبيوتورز بقية التريبيوتورز superficial epigastric superficial circumflex iliac superficial external pudendal يبقى epigastric external pudendal and superficial circumflex iliac وعندي كمان بيجيلي superficial inguinal بيبقوا هنا كده تقريبا. طبعا عشان الفاريشنز اللي موجودة في الفينز ممكن ملاقيش كل التريبيوتورز على الصورة. خد بالك ان اكتر فئة فيها variations في الدنيا هي فئة الفين. Small saphenous vein بقى بيبدأ عكس الـ Great saphenous vein من الـ lateral end of the dorsal venous arch. الأولاني اللي هو الـ Great saphenous كان قدام الـ medial malleolus، لا الـ Small saphenous وراء الـ lateral malleolus. يبقى بيمشي على الـ lateral side of the foot behind the lateral malleolus وبعد كده يخش على الـ back of leg. مع نيرفس مشور النيرف على فكرة حتى في الديسكشن ما كنا بنعمل ديسكشن كان السمول سافينوس فين دايما بيبقى ماشي مع الشورال نيرف. يبقى تاني lateral end of the dorsal venous arch lateral side of the foot behind the lateral malleolus على الباك اوف ليج بينتهي فين في البوبليتيال فين زي ما احنا شايفين عنده 5-10 فالفز برضه عشان تقلل الفينوس بريشر اهو زي ما احنا شايفين بينتهي في البوبليتيال فين وفي كوميونيكيشن ما بينه وما بين الجريت سافينوس فين. سمول سافينوس اهو او الشورت سافينوس وادي الجريت سافينوس وعندي كوميونيكيشن ما بين الجريت سافينوس والشورت سافينوس او السمول سافينوس فين. طبعا لو الفالفز اللي موجوده في الجريت سافينوس والسمول سافينوس باظوا فبالتالي هيحصل ستاجنيشن في البلد في السوبرفيشال فينز فيعمل لي فاريكازاتس بالشكل اللي احنا شايفينه. يبقى احنا عندنا لو الفالفز باظت هيبقى في مشكله السوبرفيشال فينز مش هتقدر توصل الدم للديب فينز فيحصل ستاجنيشن في البلد يعمل لي فاريكازاتس. وايه كمان انا باخد الجريت سافينوس فين ده علشان اعمل كوروناري باي باس اما يبقى عندي اوكلوجن في واحده من الكوروناري ارتريز فاروح عامله باي باس بالشكل ده افرض الاوكلوجن هنا مثلا فاروح عامله باي باس استخدم ايه الجرافت اللي هستخدمه هستخدم الجريت سافينوس فين ميلي على فكره ده كومنست درافت جرافت تو بي يوزد هو الجريت سافينوس فين ادي الجريت سافينوس فين ماشي قدام الميديال ماليولس اهو على الباك اوف ني وبعد كده ميديالي اهو نفس الكلام عشان ينتهي في الفيمورال فين. تريبيوتورز بتاعته طبعا الجريت سافينوس فين اهم تريبيوتوري وعندي كمان البيودندل الديب اكسترنال بيودندل والبروفاندا فيمورس اوقات بيخش له كمان ميديال من هنا اند لاترال سيركمفلكس يبقى جريت سافينوس بروفاندا فيمورس واوقات بيخش له ميديال ولاترال سيركمفلكس وفي كمان البيودندل او ديب اكسترنال بيودندل. Clinical point اهم clinical point للفيمورال فين that's the commonest site for catheterization يعني ايه أسطرت القلب غالبا بتخش من الفيمورال فين ليه فيمورال فين كبير واقدر اكسس بسهوله بيخش بالكاتيتر بالشكل ده ويوصل دايركتلي على طول على الهارت فاقدر اعمل diagnostic application او كمان ادخل stent او بالون هنا. طيب ادي كادوفر اهو الستركتشرز اللي في فيمورال تريانجل فروم ميديال تو لاترال فين اتفقنا ادي الفيمورال فين واضح جدا ادي الفيمورال ارتري وادي الفيمورال نيرف ادي الفيمورال فين يا جماعه اهو وادي الجريت سافينوس فين وهو داخل الفيمورال فين وعندي كمان البروفاندا فيموروس فين واضح جدا في الكادافر اهو.
طب البوبليتيال فين اتعمل ازاي؟ البوبليتيال فين الفيني كومتنس بتاع الانتيريور اند بوستيريور تيبيال ارترز، الفيني كومتنس بتاع الانتيريور اند بوستيريور تيبيال ارترز هما اللي عملوا لي البوبليتيال فين. اوقات على فكره بيبقى في انتيريور اند بوستيريور تيبيال فينز، يعني ممكن يتعمل بفيني كومتنس وممكن يتعامل بالفينز نفسها، واتفقنا ان اكتر فاريشنز موجوده في الدنيا هي الفاريشنز اللي موجوده في الفينز. عمل بوبليتيال فين، طب بدا يبقى بوبليتيال فين فين؟ عند اللور بوردر اوف العضله اسمها بوبليتياس اللي انتهى عندها البوبليتيال ارتري، وبعد كده انتهى عند الادكتور هياتس بقى اسمه فيمورال فين. يبقى ابتدى بفيني كومبتنس اوف انتيريور بوستيريور تيبيال ارترز، او ممكن يبقى انتيريور اند بوستيريور تيبيال فينز. ابتدى البوبليتيال فين عند اللور بوردر اوف بوبليتياس بقى بوبليتيال فين، وانتهى عند الادكتور هياتس عشان يبقى فيمورال فين. بوبليتيال فين اهو، ادي بوبليتيال ارتري بينج ذا ديبست ستراكشر، وادي البوبليتيال فين اهو، وادي الانتيريور اند بوستيريور تيبيال فينز، او ممكن يكونوا دول الفيني كومبتنس على حسب. تاني عشان نفتكر، البوبليتيال ارتري از ذا ديبست ستراكشر، وراه البوبليتيال فين وراه تيبيال نيرف هو شد اهو بالفورسبس زي ما احنا شايفين، والمفروض ان اللي بيخش هنا السمول سافينس كمان، وادي الانتيريور والبوستيريور تيبيال فينز.